بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبلومة إعداد المدرب الإلكتروني المعتمد. حنواصل في تطبيقات جوجل المجانية للتعليم. عندنا جوجل جروبس أو مجموعات جوجل، خدمة تقدمها شركة جوجل مجانا، تمكنك من المشاركة في نقاش حول موضوع معين عن طريق الرسائل ومن خلال التواصل مع الأعضاء في المجموعة، سواء من خلال واجهة المجموعة الرئيسية أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجموعة. أنت هتنشئ مجموعة باسم معين، بعد ذلك بتضيف لها مجموعة من الإيميلات بتاعت الجوجل. ممكن تفتح موضوع بتاع نقاش تتناقشوا فيه عن طريق الواجهة الرئيسية، أو ترسل رسالة للبريد الإلكتروني الخاص بالمجموعة. يكون لكل مجموعة بريد إلكتروني خاص بها، يعني اسم محجوز، حيث أن إرسال رسالة إلى إيميل المجموعة يمكن كل عضو في المجموعة من قراءة هذه الرسالة والرد عليها، بما إنه متاح له من ضمن صلاحيته إنه ينضم للمجموعة ويشارك في الكونفرميشن في الكونفرسيشن. معناته خلاص هو بقى عضو. ومن الميزات برضو الهامة للمجموعة إنه ممكن المجموعة بتاعتنا دي نحدد الخصوصية بتاعتها. ممكن تكون مجموعة خاصة برايفت، يعني أي يمكن لأي للأشخاص المدعوين فقط المشاركة بها، أو عامة بابليك يسمح لجميع المستخدمين في المشاركة فيها. دي الواجهة العامة للمجموعة بتكون كده. طبعا احنا كان انشأنا بريد الكتروني باسم ادريس التوم 22. اللي هو ده ادريس التوم 2022 @gmail.com، وانا داخل به على المصفح الجوجل جروب. اذا ما لقيناه هنا في الايقونات الاساسية دي او التطبيقات الاساسية المكتوبة، ممكن نكتبها على شريط البحث جوجل جروب او جروبس. تظهر لنا طوالي كأول خيار، اضغط على كليك تظهر لنا الواجهة الرئيسية للجوجل جروب. انا طبعا حسابي جديد عشان كده لسه ما مضاف في اي مجموعة. هنا فوق ممكن احدد انه انا عايز اعرض الماي جروبس، جروبي انا بس او مجموعتي انا، او ممكن اقول له اعرض لي كل الجروب والمسج الموجودة. هنا ممكن احدد صلاحيات المجموعة العامة، انه احدد سماحية انه مدراء الجروبات انه يضيفوني، allow group manager to add me to their group انه يضيفني لجروب طوالي، invite me to their group انه يدعوني للانضمام للجروب، notification برضو الاشعارات اللي بتجيك في الايميل، send me an email when somebody assign a conversation to me انه فتح نقاش معاي، يرسل لي طوالي رسالة في المسج. دي ممكن ألغيها إذا أنا ما عايز الحاجات دي، أو ممكن أخليها باي ديفولت. برضه ممكن تغير اللغة بتاعة الجوجل برودكت العامة، تلاقيها عربي إنجليزي وهكذا. للإعدادات العامة عندنا هنا ممكن أصغر القائمة أو أكبرها. إذا عايز أعمل كرييت للجروب بعمل كرييت للجروب من البلس. هنا دي الماي جروب بتاعتي، تكون معروضة كلها موجودة هنا. طيب ده ننشئ جروب، بعمل كرييت لجروب. بقول لي أول حاجة اكتب لي اسم الجروب اللي أنت عايز تعمله، التعليم الإلكتروني للجروب بتاعي. قال داير ايميل للجروب ده، اي ليرنينج @2022 مثلا. اعمل وصف للجروب تعليم الكتروني. كده كتبت اسم الجروب اللي بيظهر للناس، والبريد اللي بعدين بيستخدمه للجروب في ارسال الرسائل هيكون e-learning@googlegroup.com. بعمل next. بعد ده بيجي يقول لي حدد البرايفسي بتاعت المجموعة بتاعتك. Who can search
فور جروب، من اللي بيقدر يبحث عن الجروب؟ اني ون اون ذا ويب ولا جروب ممبر؟ الاعضاء اللي انا اضفتهم بس ولا كل الناس الموجودين على الانترنت؟ من اللي بيقدر يعمل جوين للجروب؟ اونلي انفنتد يوزر بس اللي انا دعيته، ولا اي زول ممكن يعمل دعوة انك تضيفه، ولا اي زول ممكن ينضم براه بس عنده اسم الجروب طوال ينضم؟ بيجي احدد هو كان فيو كونفرسيشن، بيقدر يفتح النقاشات منه او يعرضها. هل الاونر بس مالك الجروب، ولا المانجر مدراء الجروب، ولا الممبر كل الناس، ولا اي زول؟ الممبر دي معناتها الاعضاء في الجروب، ولا اي زول؟ اي زول دي كان لاحظتها ما منشطة، انا تمام. هو كان بوست، من اللي بيقدر ينشر الجروب؟ الاونر بس المالك بس، ولا المانجر، ولا الممبر، ولا اي زول في الويب؟ فانت اذا فتحتها ممكن الناس يرسلوا لك رسائل دعايات يزعجوك على حسب طبيعة الجروب بتاعتك. هو كان فيو ممبر، ممكن يعرض الاعضاء يشوفوا، الاونر بس ولا المانجر ولا اعضاء الجروب كمان. فدي كلها صلاحيات ممكن تحددها في الجروب بتاعك. بعد ذاك بجي اضيف الجروب ممبر بتاعي، الان دار اضيفه مثلا، دار اضيف ادريس التوم الجيميل، اضيف فلان الفلاني فلان الفلاني، بقوم كلهم شنو بختارون، بجي ارسل له رسالة ترحيبية اقول له مرحبا بك للانضمام لجروب التعليم الإلكتروني. داير أضيفه طوالي دايركتلي، طوالي بختار إني أضيفه مباشرة دايركتلي أد ممبر، وأعمل كرييت لشنو للجروب، حيتأكد إني ما روبوت، وحشنو وحيضيفني ليه الجروب. create group. كده خلاص انا عملت الجروب اللي هو فيه شخصين، ده الجروب بتاعي. هنا ممكن اضيف اد ممبر، او ممكن اعدل في شنو في الجروب سيتنج، او ممكن اضيفه في المفضلة اللي هي الفيفوريت. هنا بيجي قاعد تبع شنو، تبع المفضلة. اذا دخلت في الجروب طوالي ممكن شنو ابدا بعد ذاك محادثات مع الناس. طيب انا بعد ما انشات الجروب بتاعي ده، نجي نرجع للبريد بتاعي الجيميل اللي كان انشاناه قبل. بلقى طوالي جاتني رسالة انه انت انشأت جروب، يو كرييت التعليم الالكتروني اد بيبل تو يور جروب. بتجيك رسالة انه انت انشأت جروب التعليم الالكتروني، ممكن شنو تضيف بعد ده الناس بتاعينك. طيب اذا مشينا لادريس الحسن، ادريس التوم ده انا اضفته للجروب ده في الجيميل بتاعته، بيجيو انه يا اخي ادريس التوم ده قال لك مرحبا بكم بالتعليم عن بعد، وإني يا أخي تم إضافتك لجروب اسمه التعليم عن بعد. ممكن طوالي هنا هو يعمل فيزيت لشنو للجروب اللي تم إضافته له ده. هنا برضو ممكن إذا عايز، ما عايز الجروب ده، ممكن يعمل unsubscribe إنه يا أخي أنا ما داير الجروب ده، داير أطلع منه. هنا ده الجروب. طيب الجروب ده انا ممكن اشارك فيه كونفرسيشن، ارسل للناس اقول لهم مرحبا ممكن اشوف الممبر، لان انا اديت هناك انه الممبر اي زول يشوفه دي هشنو. ممكن اشوف about group عن الجروب. هنا لما نرجع للزول المنشئ للجروب، ممكن برضو يعمل start the conversation
أو يشوف البيندينج اللي هم الناس المحظورين أو اللي هو حاضرهم، أو يشوف الممبر اللي هو شنو البيندينج ديل ما المحظورين، المحظورين هم البانيد يوزر ديل هم شنو المحظورين. طيب دي اللي هي الجروب بتاعته. بعد ذاك بجي اعمل ستارت ليه كده، نعمل ريفريش لانه اصلا انا هناك عملت شنو، عملت شفت انا عملت اصلا شنو كونفرسيشن، لكن شكله الا تعمل ريفريش دي اهل نقاش اطرحه دريستهم. بعد ذاك انا ممكن ارد عليه، ارد على الاوثر او ارد على الكل، تعالوا شوفوا الكل، مرحبا بك والله، واعمل بوست للمسج طوالي كده شنو بتظهر للكل هنا. جبال انا اذا قمت في الصلاحيات حددت انه يا اخي ما اي زول يعمل بوست كان ما حيسمح لي انه يعمل بوست معي، لكن حسي اي بوست اتعمل الناس كلها ممكن تخش في نقاش فيه، ده موضوع معين، تاني دول نجلس موضوع، تاني دول نزل موضوع، والناس تقعد تتناقش في هذا الموضوع. هنا في الايميل بتاعي القديم، لانه ايميل قديم، تعال شوف الميمبر او تعال شوف الماي جروب، هتلقى جروبات كثيرة جدا جدا، هتلقى جروبات كثيرة خالص، في جروبات فيها اشخاص كثيرين جدا زي الاجايل ده، فيه 3406 ممبر، يعني هم الممبر 3406 ممبر، وضحت الفكرة؟ إذا كده إحنا ممكن ننشئ جروب، والجروب ده نضيف فيه أعضاء، نضيف فيه أعضاء، وبعد ذاك نجي شنو؟ نجي نتناقش معاهم، نرسل لهم مواضيع، يرسل لنا مواضيع وهكذا. دي الفكرة بتاعت الجوجل جروب، وأكيد بنستفيد منها في التدريب أو التعليم، في إن أنا ممكن نضيف كل الطلاب بتاعنا في جروب واحد نسميه باسم المادة المعينة، ونرسل لهم الواجبات ويرسل لنا ونتناقش معاهم في مواضيع محددة. بكده بكون انتهينا من جوجل جروب، ننتقل ان شاء الله لتطبيق اخر من تطبيقات جوجل. يلا انشئوا الجروب، وانشئوا جروب اضيفينه فيه، وحاولوا جربوا التطبيق.